هنا إذ جاءت أخرى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، برضو وإذ يعني واذكروا، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تكليف كده ابتدائي، ما قالش ليه هنذبح البقرة، لكن حين تقرأ القصة تجد إن السبب في ذبح البقرة جاء في آخرها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، طيب قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم إيه آياته لعلكم تعقلون. الله، إذن فالعلة في أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة إنما جاءت في آخر الإيه في قوله فقلنا اضربوه إيه ببعضها، والمفهوم أن الأمر تسبقه علته. قال لك أهدي حكمة النظم القرآني بقى، لأن المستقبل لأوامر الله يجب أن يستقبل الأمر من الله بدون أن يسأله عن علة الأمر. اللي بيسأل عن العلة ده بقى المتمحل، والأمر من المساوي هو الذي يسأل عن علته. إذا جاءك واحد مساو لك في إنسانيتك وقال لك افعل كذا تقول له لماذا؟ ليه؟ لأنه لا تميز لمساو على مساو حتى أكون أنا طائع لك. إيه اللي جعلك أحسن مني؟ يبقى الأمر من المساوي هو اللي تقول له ليه هعمل دي، لكن الأمر من غير المساوي كأمر الوالد لولده، كأمر الطبيب لمريضه، كأمر الأستاذ لتلميذه، ما يقولوش دي ليه، يقول له أنا أب واعمل دي. من الجائز أنك لا تدرك العلة الآن، اذهب إلى المدرسة، خلاص يذهب إلى المدرسة، بالله بيبين له العلة عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا مش عارف ايه، ده لسه ما يعرفش حاجة من دي. انما لما الولد بقى يلاقيه كده يقوم يجيب له علة تناسب عقله ماشي الحقيقية، يقول له لما تروح اذا ذهبت الى المدرسة ونجحت هذا السنة انا اجيب لك عجلة، اأتي لك ببدلة، افسحك في كذا. هل هذه هي العلة في التعلم؟ يبقى اذا الذي يقدم العلة على الامر هو المساوي، أما غير المساوي فلا يقدم العلة على الأمر، الأمر أولا ثم تأتي العلة بعد ذلك. وإلا فلو أقبل كل مكلف من الله على علة الأمر لاستوى مع من لم يؤمن بالله، ما دام علته كذا يبقى عمله للعلة ولا لا؟ يبقى يستوي أن يكون مؤمنا بالله أو غيره مؤمن بالله، يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك اذكروا جيدا أننا قلنا أن علة كل أمر من الله هي الإيمان بالله ربا، ولذلك قلنا كل تكليف يجيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بالله، وما دمت قد آمنت بالله فأت منه على حركة حياتك، فما يأمرك به فافعله،
يبقى علة كل أمر هو الإيمان بالإيه؟ بالآمر. هنا بقى أراد أن يبين لنا ذلك، جاب الأمر بذبح البقرة والحوار الذي نشأ، ثم أخر العلة، لأن دائما علة الأحكام التكليفية من الله لا تظهر إلا بعد مزاولتها. فأنت لا تعرف علة فرضية الصلاة إلا إن باشرت الصلاة ورأيت فيها قرة عين وراحة نفس ووجود في حضرة الله، ولا تعرف للصوم حكمة إلا أن تباشر الإيه؟ مش تعرف الحكمة أولا ثم تصوم لأنك عرفت الحكمة؟ إذا جاء طبيب وقال لفلان يا هذا إن لم تصم عن الطعام فستتلف معدتك أو جهازك الهضمي وامتنع، يبقى بينت له العلة، يبقى ده إيمان ولا مش إيمان؟ يبقى الإيمان أن تقبل على أمر الآمر ثقة في أمره. هنا يريد الله أن ينبهنا إلى هذه، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ أن تذبحوا بقرة. ما قال ليش إيه الحكاية في حكمة البقرة ده إلا فين؟ إلا في الآخر. كأنه أراد أن يختبر قوة إيمانهم بالمكلف، وأنهم يبادرون إلى تنفيذ ما كلفوا به دون لجاجة ودون تلكؤ ودون تمحل. القصة دي تفيد أنهم استقبلوا الأمر بإيه؟ باللجاجة، استقبلوه بالتلكؤ، استقبلوه بالتمحل.